بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نبداو تمارين مهمة لدرس المتجهات والإزاحة. غنبداو تمارين من الكتاب المفيد في الرياضيات. غادي نحاولوا نختاروا أحسن التمارين اللي منهم غادي نفهموا الدرس، وغادي نبداو بالتمرين الأول اللي تمرين مهم جدا باش نفهموا الإزاحة. دونك ليكن ABC مثلثا، أنشئ صورة المثلث ABC بالإزاحة ذات المتجهة BA، ثم صورة ABC بالإزاحة CA. ثم في السؤال الثالث، حدد في الشكل المتجهات المساوية للمتجهات AB BC و CA. إذا أول حاجة غادي نرسمو مثلث، ومن بعد غادي نشوفو كيفاش نرسمو الصورة ديال المثلث بالإزاحة. دونك غادي نختارو مثلث ABC، نحاولو نديرو صغير. دونك مثلث كيف ما بغى يكون، ما عطيناش القياسات هنا. نختارو هنا مثلا A B C. دونك هذا هو المثلث. السؤال الاول غادي نرسمو صورة المثلث ABC بالإزاحة ذات المتجهة BA. دونك المتجهة BA هي هذه، غادي نرسم المتجهة BA. غادي نحاول ندير الإزاحة ديال هذا المثلث هذا بالمتجهة BA. يعني غادي باش ندير صورة ديال المثلث بالإزاحة، يعني غنشد كل نقطة ندير ليها الصورة ديالها، الصورة ديال A بالإزاحة BA، ثم الصورة ديال B بالإزاحة BA، ثم الصورة ديال سي بالإزاحة بي أ. دونك غادي نسميهم أ بخيم بي بخيم سي بخيم. دونك أ بخيم صورة أ بالإزاحة التي تحول، أو الإزاحة ذات المتجهة بي أ. دونك هاد العبارة شنو قلنا كتعني؟ اللي ما فاهمش الدرس الله يرضي عليكم، رجعوا فهموا الدرس مزيان باش تفهموا التمارين. أبخيم صورة أ بالإزاحة ذات المتجهة بي أ، كيعني أن هاد المتجهة نكتبها بمتجهة بي أ كتساوي المتجهة أ أبخيم. كنمشي من هنا، المتجهة بي أ كتساوي المتجهة أ أبخيم. ها هي أ أبخيم، عقلوا على هاد الجملة هادي، كنعبر عليها بهاد المتساوية. دابا شنو كندير؟ هاد بي أ كنجي كنرسم متجهة بي أ كتساوي متجهة أ أبخيم. يعني هنا عندي أ، هنا عندي أ، فاش كتكون عندي هاد المتساوية هادي متجهة كتساوي بحرف بحال هنا بي أ، والمتجهة الأخرى كتبدا بنفس الحرف هنا هي أ، هذا كيعني أن أ منتصف بي أ أبخيم. هذا كيعني عاوتاني هاد المتساوية هادي كتعني أن أ منتصف القطعة بي أ بخيم، واضح؟ دونك كنجي أ غادي تكون هي المنتصف ديال القطعة بي أ بخيم. أ أبخيم أ أبخيم عفوا غتكون هنايا أ منتصف بي أ بخيم. دونك باش ندير المنتصف شنو كندير؟ غنطول هاد الدروات هذا، غادي نطول هذا المستقيم مستقيم، وغادي ناخذ المسافه بي ا هي نفسها المسافه ا بريم. دونك شنو غندير؟ غنجي لهنا، غادي نعبر هذا القياس. من الاحسن نستعملوا البركار ولا المسطره، نقدر نستعملوا حتى بالمسطره، بركار كيعطينا القياسات مضبوطه. دونك هذه هي ا بريم، غادي تكون من هنايا. نحاولوا نرسموهم بلون مغاير. دونك هذه هي النقطه ا بريم. دونك هنا المتجهة بي أ كتساوي المتجهة أ أ بريم، هذا كيعني أن أ منتصف بي أ بريم. هادشي راه كامل شفناه في الدرس، اللي ما فاهمش ارجع للدرس. دابا غادي نشوفو الصورة ديال بي. دونك فاش كتكون عندي غادي نكتبوها حتى هي بلاتي نجيب ورقة أخرى. عندنا بي بريم صورة بي بالإزاحة بي أ ذات المتجهة بي أ. هذا شنو كيعني؟ كيعني أن المتجهة بي أ كتساوي المتجهة بي بي بخيم.
يعني هانت هاد متجهه بي ا كتساوي بي بي بريم باديه ببي باديه ببي مساليه بام ساليه ببي بريم، يعني ا غادي تكون هي بي بريم، يعني بي بريم غادي تكون فوق ا، واضح؟ دونك بي بريم غادي تكون هنايا، هذه هي النقطه بي بريم، هذه هي صوره بي بالازاحه بي ا. حنا كنعرفوا المتجهه، فاش كنقول متجهه ا بي راه كتحول ليها ا الى بي، كتشد ا وكتحولها لبي، بحال هنا بالازاحه ذات المتجهه بي ا، يعني بي كتحولها ل ا، بي كتحولها ل ا، يعني صوره بي هي ا، دونك ا هي بي بريم هي صوره بي، واضح؟ ثم بقات لنا سي، نشوفوا حنا كنتعلموا هذا الدرس كيفاش نرسموا هاد الصور دي بالازاحه. دونك عندنا سي بريم صورة سي بالإزاحة التي تحول بي إلى أ، ولا الإزاحة بي أ، نحيدو هاد التي تحول بالإزاحة ذات المتجهة بي أ. نتمنى أن الصورة تكون واضحة. دونك بالإزاحة بي أ هذا كيعني أن المتجهة بي أ نحطها هي الأولى تساوي، نمشي من هنايا سي سي بريم، سي سي بريم. دونك هنا ما عنديش بي، ما عنديش هنا ا، ما عنديش هنا، عندي ربعه ديال النقاط مختلفه. فاش كيكونوا عندي ربعه ديال النقاط مختلفه وما كينتميوش لنفس المستقيم، كنقول ان الرباعي بي ا سي بريم سي. كنبدا ببي ا هنا في المتجهه الثانيه، كنسبق النقطه الثانيه سي بريم سي، بي ا سي بريم سي متوازي الأضلاع، عفوا متوازي الأضلاع. دونك غادي نمشي نشوف بي ا سي بريم متوازي الأضلاع، هاهي بي ا سي بريم سي. دونك سي بريم غادي تكون هنايا بي ا سي بريم سي، كنعرفو متوازي الأضلاع كيحافظ لنا على الترتيب. دونك شنو غندير، غناخد هاد المسافة هادي وغادي نحط البركار على السي، غندير القوس الأول طريقة باش كنرسمو متوازي الأضلاع، ثم غناخد هاد القياس هذا تقريبا نفس القياس، وغادي نجي لهنا وغندير قوس آخر، وهنا هاد النقطة هادي هنايا هاد المتجهة هادي سي سي بريم كتساوي المتجهة بي أ. دونك بي أ و سي سي بريم لاحظو عندهم نفس القياس، من الحامل ديال المتجهتين متوازي، عندهم نفس الملحة. دونك هذا الرباعي هذا متوازي الأضلاع، وهكا غادي نرسمو هذا المثلث اللي هو ا بريم بي بريم سي بريم، صورة المثلث ا بي سي بالإزاحة التي تحول بي إلى ا، أو بالإزاحة ذات المتجهة بي ا، واضح؟ إذا هذا هو صورة ا بي سي بالإزاحة بي ا. غادي نشوفو السؤال الثاني، انشئ صورة المثلث ا بي سي بالازاحة التي تحول سي بالازاحة ذات المتجهة سي ا. دونك الازاحة ذات المتجهة سي ا، غادي نرسم هاد السي ا هادي، هاهي سي ا. دونك هادي هي المتجهة سي ا. دونك اول حاجه غادي نشوف سميتو ماذا، غادي نشوف صوره ا، دونك نسميوها ا دو بريم، صوره ا بالازاحه ذات المتجهه سي ا. دونك شنو كندير هاد الجمله باش غنعبر عليها، ان المتجهه سي ا تساوي المتجهة ا بريم، دائما كنمشي من هنا ا بريم. عندي سي ا بريم، هنا مسالية ب ا وهنا بادية ب ا، إذا ا منتصف القطعة سي ا بريم، صافي. دونك باش نرسم منتصف راه باينة ا غتكون منتصف ديال سي ا بريم، دونك ا بريم غادا تكون من هنا. غادي نطول هاد المستقيم هذا
غادي ناخذ نفس القياس ديال السي السيئة. دونك هذا القياس هذا هو هذا باش تكون لنا ا المنتصف ديال السي ا دو بريم. دونك غادي نرسمو بلون اخر. هنا غادي تكون عندنا ا جوج شرطات ا شرطات عن هاد المسافة كتساوي هاد المسافة حيت ا منتصف ديال السي ا بريم. ثم عندنا صورة بي ندير بي بريم بي دو بريم صورة بي بالإزاحة ذات المتجهة سي أ. هذا كيعني أن سي أ تساوي بي دو بي دو بريم. هنا عندنا نقاط مختلفة إذا سي أ بي دو بريم بي متوازي الأضلاع متوازي الأضلاع. وكنمشي نصاوب متوازي الأضلاع بالطريقة اللي معروفة. دونك سي قلنا سي أ بي دو بريم بي. دونك غادي تكون هنايا غادي ناخد هاد المسافة هادي ناخد المسافة سي بي نحط البركار هنا ندير القوس الأول ثم غناخد هاد المسافة سي أ نحط البركار على بي وندير القوس الثاني وغيعطينا هاد النقطة هذه اللي هي النقطة هاد النقطة هي بي دو بريم بحيث هاد المتجهة هذه هاد المتجهة كتساوي هاد المتجهة وهاد الرباعي هذا متوازي الأضلاع هاد الرباعي متوازي الأضلاع. ثم بقات لنا آخر حاجة صورة أ دونك غنديرو نسميوها مثلا أ دو بريم صورة أ بالإزاحة التي تحول التي تحول سي إلى أ. سي إلى أ هي المتجهة سي هي المتجهة سي أ. دونك سي أ غادي تساوي لنا سي أ غادي تساوي لنا أ أ دو بريم. دونك سي أ أ أ دو بريم واضح. دونك هنا سي أ صورة أ بالإزاحة التي تحول سي إلى أ. دونك ها هي المتجهة سي أ كتساوي المتجهة أ أ دو بريم. أ راه صوبناها ديجا درناها. دونك خصنا شنو سميتو بقات لنا سي. دونك سي دو بريم غندير سي دو بريم صورة سي بالإزاحة التي تحول دونك سي أ غتساوي لنا المتجهة سي سي دو بريم. صافي هنا بديت أ دو بريم راه ديجا درناها درناها هي الأولى عاودتها. دونك درنا أ دو بريم بي دو بريم دابا سي دو بريم هنايا سي أ سي سي دو بريم. دونك أ غتكون هي مطابقة مع سي دو بريم. دونك فين هي سي أ هي هادي دونك سي دو بريم غتكون فوق منها ديروها من هنايا هي هادي. دونك هذا هو المثلث وهذا صافي هذا هو المثلث صورة المثلث أ بي سي بالإزاحة ذات المتجهة سي أ والمثلث أ دو بريم بي دو بريم سي دو بريم. دونك هذا هو الشكل اللي عندنا في هذه الحالة. ثم قالوا لنا في السؤال الأخير قالك السؤال الثالث حدد في الشكل المتجهات المساوية للمتجهة أ بي بي سي و سي أ. دونك غادي نحاولوا نحددوا كل متجهات متساوية مع المتجهة أ بي. دونك غنديروها باختصار أ بي تساوي دونك عندنا أ بي فين هي هي هادي. دونك شوفوا المتجهات اللي كيساوي لنا أ بي كاين أ بي كتساوي لنا أ دو بريم بي دو بريم حيت هذا متوازي الأضلاع. دونك تساوي أ دو بريم بي دو بريم وكتساوي لنا كذلك سي بريم سي حيت هذا عاوتاني متوازي الأضلاع سي بريم سي وكتساوي مازال كذلك أ
بي كتساوي لنا عاوتاني ا بريم ا ا بريم ا، دونك من هنا حتى لهنا ا بريم ا. ندوزو للمتجهة الاخرى، المتجهات اللي كيساوي لنا المتجه بي سي حتى هما نحدوهم. شوفوا معايا هنا بي سي كاين بي دو بريم ا ولا بي دو بريم سي دو بريم اللي بغينا، حيت النقط مطابقة ديرو سي دو بريم باش يكون نفس الشكل. تساوي كذلك هاد المتجهة، تساوي كذلك هاد المتجهة، هادي متجهة بي سي تساوي هادي وهادي تساوي هادي، دونك بي سي تساوي هاد المتجهة اللي هي شنو سميتها، ديرو بي بريم سي بريم، يكونوا من نفس الدرجة، عندهم نفس البريمات. صافي، دونك هاد المتجهة هادي. ثم عندنا هاد المتجهة كذلك، حيت عندنا هنا متوازي الأضلاع اللي هي أ دو بريم أ بريم، حتى هي كتساوي المتجهة بي سي، دونك منسينا والو. ندوزو للمتجهة الأخرى، عندنا سي أ، المتجهة سي أ. نشوفو المتجهات اللي كيساوي المتجهة سي أ، دونك فين هي سي أ؟ هي هادي المتجهة سي أ. عندنا هاد المتجهة بي بي دو بريم، حيت هنا عندنا متوازي الأضلاع بي بي دو بريم، كتساوي كذلك هاد المتجهة اللي هي أ أ دو بريم أ دو بريم، وكتساوي لنا كذلك سي بريم أ بريم. هاد المسافة، هاد المتجهة كتساوي هاد المتجهة، حيت هنا عندنا عاوتاني متوازي الأضلاع اللي هي سي بريم أ بريم، سي بريم أ بريم. صافي، دونك قلنا سي أ كتساوي المسافة هاد المتجهة، وكتساوي هاد المتجهة، وكتساوي هاد المتجهة، إذا منسينا والو. مزيان، دونك كملنا هاد التمرين، تمرين زوين بزاف اللي فيه فهمنا كيفاش نرسمو الصورة ديال المثلث، ولكن الصورة ديال المثلث كنديرو بالصورة ديال النقطة نقطة، يعني تعلمنا كيفاش نرسمو الصورة ديال نقطة بالإزاحة. دونك كنتمنى أن هاد الجهد ما يجيش هباء منثورا، وتكونوا فهمتو مزيان التمرين، باش ما يبقاوش يشوفو غير 40 شخص 50 شخص، بارطاجيو مع واحدين اخرين حتى هما باش يستافدوا، وباش يدخلوا حتى هما للصفحه وكذلك القناه، اللي عنده الكونيكسيون الواي فاي راه يدخل القناه اليوتيوب، اللي عنده نجمه 6 يدخل الصفحه ديال الفيسبوك. حنا مقاتلين معاكم، حتى نتوما ديروا واحد شويه ديال المجهود وبارطاجيو لنا غير الفيديو، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.